أسعاني عندي ثلاث ضيوف من كتل مختلفة، السيد أسامة النجيفي، السيد الحلبوسي، وأيضا الشيخ خميس الخنجر. تفضل دكتور، عندك الحق ترد على ما تحدث به، أيضا السيد صلاح الكبيسي، وأيضا السيد الدكتور عمار العزاوي. أخويا رياضة تهم صليت؟ ما راح. لا أخويا، يعني الصلاة مو معناتها أنه أشيل سجاتي وأروح. لا شلون؟ يعني اليوم كل عمل. لا العفو العفو دكتور صلاح، أترجاك أترجاك. يعني اليوم خلي يكون الكلام بمنطق، وخلي يكون سكت عن كل ما تكلمته. انطينا المجال اخوي حبيبي. وياي هلا ويا اليوم صلاح. تفضلت وقلت لا وياك. لا لا ويا دكتور عمار. اليوم لما تقول احنا بدينا في هذا الموضوع من ثلاثة اشهر لما نستلم الفخامه الرئيس الحلبوسي البرلمان. نعم ماشي اخوي، على عين خلال هاي الثلاث سنوات اللي انتم اشتغلتوا بها، اليوم طبينا بالسنه الرابعه والفخامه الرئيس الحلبوسي هو على راس البرلمان. اي ثلاث سنوات هسه لما بدت هاي العمليه بهذا الموضوع، او بدا يعني بدايتها صارت ويا شيخ خميس. ما انقلبت الدنيا. احنا ما دا ننكر حق كل من اشتغل بهذا الموضوع، ولا قاعد نقول نشكل عليك على الاخرين، لكن منو اللي قدر يوصل الى هاي النقطه جزاء الله الف خير، مع احترامنا وتقديرنا وشكرنا لكل من بدا. هاي النقطه الاولى. اثنين، هذا الموضوع اني يعني نيابه عن تحالف عزم احنا ما مستغلينه لاي دعايه انتخابيه، واني مسؤول على كلامي، واحكي اليوم اذا 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 تسمحي لي احكي اليوم باسم التحالف واني مسؤول عليه. لم ولن استغله الى دعايه انتخابيه. الغايه منه هو يعني خلينا نقول رحنا للجانب الانساني. المفروض كان ما تحكوا، المفروض كان ما تحكوا. لا العفو، المفروض كان ما تحكوا. لا اخوي حبيبي الله يرضى عنك. لا شلون؟ يعني انت من باب تقول اسمح لي اخوي، يا اخي انت رجاك انطينا الكلام، ما يصير هذا. يعني اذا تريدنا نسجل ترى ما عندي ما اقول لك، تراني اعتزازا باقي، ترى اعتزازا باقي يا حبيبي. على راحتك قلبي انت. يعني اذا تتكلم بكل اريحيه اسمع الراي والراي الاخر. اذا سمعك اذا اقول لك تفضل دكتور، تفضل خليك يا اخي، اعطينا مجال. هاي وحده، لا عندنا مرشح هناك ولا مستغلي الدعايه الانتخابيه. ومن يقول ذول عندهم باقي اساسا بطاقات انتخابيه ومحدثيها على مود تقدر تروح يقول لهم تعالوا انتم تاخذوا. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا ما عندنا وعود كاذبه لا بوظائف الحمد لله والشكر. الغالبيه اللي موجودين هم خارج المراكز التنفيذيه اللي مشتركين بهاي الانتخابات. لا عندنا وعود كاذبه بتعيينات، ولا عندنا صفه نتحرك بها، ولا عندنا صفه نوعد بها الناس. لا هي اذا نريد خلي نروح نسال من هو اللي عنده هاي الصفه وقاعد يقدر يروج بها له. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، يبدو ان الاخوان ما عاشوا تجارب ميدانيه حقيقيه لعوده النازحين. احنا عشناها في محافظتنا، احنا عشناها في محافظه صلاح الدين ست هيفاء. يعني اليوم يعني فد عمل سياسي يستمر بتنسيق حكومي، بتنسيق امني، بتنسيق مجتمعي، يمكن ياخذ له سنه لما نوصل الى الاتفاق اللي يقول به خلي يرجعون النازحين. من هم النازحين اللي يرجعون؟ تحدث السيد العداوي، تحدث كلام مهم. يقول لك السيد الحلبوسي شاب قاد البرلمان، على انجازات، على راسي، على طالب بحقوق المهجرين وايضا النازحين، بس ما قدر يخليهم يصلون. ما قدر يخليهم يصلون. ستيفاء عيني، ستيفاء عيني، ما قدر يخليهم يصلون. كل المكون مفتخر بيه وكنا مكيفين بيه. يعني نشكرك والله، نشكرك يعني. والله نحيي بالحياة العراقية. بارك الله بك دكتور، دكتور دكتور عمار حبيبي، استاذ محمد ابو ريكان ترى اخويا والنعم منك صديقي. والنعم منك. يعني احنا كل الاحترام وكل التقدير. والنعم منك. جاي هنا اليوم بدنا نقدح بيه وندندن بيه اخويا. والنعم منك. يعني والله نغير مجرى الكلام. ومنو انت ومنو انا؟ احنا اثنيناتنا ولد مكون واحد ولد عمليه سياسيه واحده. انت تبحث، انت عندك اسلوبك وطريقتك توصل هدفك، وانا عندي اسلوبي وطريقتي اوصل هدفي. بالنتيجه احنا اثنيناتنا هدفنا نبيل وسامي، ما مختلفين على هاي الاليه. يعني حلو كلام الدكتور ياضي، يقول لك احنا اثنيناتنا متفقين بالهدف، بس كل واحد طريقته يشتغل على هدفه. اقولها ست هيفاء العفو بس يلا قبل وقت ترى. النقطه الاخرى، انا اليوم يعني النازحين اللي مشينا وياهم اذا دخلناهم من ناطقهم، يعني التدقيق الامني بس من الملفات يطول له 45 يوم. يلا يقولون جيبوا هاي العوائل وتبدي يعني خلينا نقول البصمات وتبدي الاجراءات وتبدي القيود الامنيه وتبدي الى اخره. ما يقدر يحط غراضه بلوري ويجي، يجوز البيت مالته مفلش، لكن عنده مي ولا عنده كهرباء ولا عنده كذا، لكن اخذ كارت اطمئنان، اخذ كارت اطمئنان بعد سنه او سنتين انه راح يرجع. اللي يقدر يعمر بيته حتى لا يقول اللي عمر
هل يجاوب؟ اللي عمر اللي بس والله اذا قاطعتيني ترى لا والله ما قاطعك لا بالعكس ماذا قاطعيني اللي اذا قاطعتيني؟ لا هو بالعكس حيقلك هدفنا واحد حيحدد الدكتور الرياضي يقول لك انا وياك هدفنا واحد بالعكس بس كل واحد يشتغل بطريقته هذا اللي قاطعه تفضل بدون مقاطعه تفضل اليوم النازح لما يرجع اليوم النازح لما يرجع